مرحبا بكم متابعين الأوفياء. اليوم سوف نتكلم عن أسباب تكرار نزول الدورة الشهرية مرتين في الشهر. يعتبر تكرار نزول الدورة الشهرية مرتين في الشهر أمرا غريبا للنساء اللواتي تأتيهن الدورة الشهرية منتظمة، فهناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تكون وراء تكرار الدورة الشهرية مرتين في الشهر، ومن أبرزها صغر العمر. فقد تلاحظ الفتيات المراهقات عدم انتظام دورتهن الشهرية، وقد تتكرر مرتين في الشهر، ويعود ذلك إلى تأرجح مستويات الهرمونات خلال فترة المراهقة وعدم توازنها بالشكل الطبيعي، كذلك بطانة الرحم المهاجرة. تحدث هذه المشكلة نتيجة نمو أنسجة تشبه أنسجة الرحم في مناطق أخرى من الجسم، ويمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى ألم وتقلصات في البطن وحدوث الدورة الشهرية أكثر من مرة في الشهر. كذلك الغدة الدرقية، فهي تعمل على تنظيم مستويات الهرمونات في الجسم، ويعتبر عدم انتظام الدورة الشهرية عرض شائع لإصابة الغدة الدرقية ببعض المشاكل كحدوث فرط في نشاطها أو قصور. أيضا الأورام الليفية الرحمية، وهي أورام غير سرطانية ولكن من الممكن أن تسبب نزيف حيض كثيف. كذلك الاقتراب من سن اليأس، فقد تعاني بعض النساء من نزول الدورة الشهرية أكثر من مرة في الشهر، وذلك قبل انقطاع الدورة لديهن، وذلك بسبب تأرجح مستويات الهرمونات في جسمهن، كما أن الإجهاد النفسي يمكنه أن يعرقل مستويات الهرمونات مما قد يؤثر على الدورة الشهرية. كذلك تغيرات في الوزن، فقد يؤدي ارتفاع الوزن أو انخفاضه بشكل مفاجئ إلى حدوث اضطرابات في الدورة، فمن الضروري مراجعة الطبيب إذا كانت الدورة مصحوبة بآلام مبرحة لا يمكن تحملها، وفي حال استمر النزيف لأكثر من أسبوع مع الشعور بألم أثناء المباشرة. كذلك مجيء الدورة الشهرية مرتين في الشهر لأكثر من شهرين مع الشعور بضيق في التنفس وفقدان الوعي وتغيرات غير مبررة في الوزن. هناك بعض العادات التي ستساعد على تنظيم الدورة الشهرية، ومن بينها شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه يوميا للحفاظ على صحة الدورة الدموية، كذلك تناول الكثير من الخضروات الورقية والفواكه بهدف تعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن المفقودة بسبب نزيف الدورة الشهرية. أيضا ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، فهي تساعد على تنظيم الدورة وتخفف من آلام الحيض. كذلك أخذ حبوب منع الحمل لأنها تعمل على تنظيم الدورة، لكن من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول أي منها.